بعد انقطاع دام قرابة أسبوع متواصل، شهد معبر رفح تدفقا لمئة شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية تنوعت ما بين اللحوم والشعير ومستلزمات الخيام، بالإضافة إلى 10 شاحنات من المحروقات متنوعة ما بين السولار والغاز. هذا ولا تزال قوة الاحتلال تفرض حصارا على دخول المساعدات الإغاثية من خلال التحكم وعرقلة دخول تلك الإمدادات إلى النازحين في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، نجدد بكم الترحيب مرة أخرى من أمام معبر رفح البري، هذا المعبر الذي شهد تدفقا اليوم لعدد كبير نوعا ما من الشاحنات. نتحدث عن عبور حوالي 100 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية ودوائية، هذا بالإضافة إلى حوالي 10 شاحنات من المحروقات التي تحمل بنزين وغاز طبيعي وأيضا سولارا. ما قام بتفريغ حمولاته إلى الآن، نتحدث إلى حوالي 40 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية، ومن هذه الشاحنات حوالي 6 شاحنات تحمل لحوم، حمولة كل شاحنة فيهم حوالي 19 طن من هذه المواد الغذائية. إذا نحن أمام انفراجة بسيطة نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية والتي شهد فيها منفذ كرم أبو سالم لإغلاق تام لمدة أسبوع، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ اندلاع الأزمة والتي تحول فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول تلك المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا قطاع غزة يعاني كثيرا، وحذرت منظمات الأمم المتحدة في قطاع غزة من أن نقص هذه الإمدادات سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والصحية داخل القطاع بسبب قلة المواد الغذائية والإمدادات الغذائية، هذا أيضا بالإضافة إلى قلة الشاحنات التي تحمل المحروقات واللازمة لعمل المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات المياه والكهرباء. يمكن هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام من أمام معبر رفح البري، وأعود إليكم مرة أخرى.